سؤال: لماذا يطلقون على باب القسطنطينية البطريرك المسكون؟ هو ملهوش لقب باب، لكن ليه لقب البطريرك المسكون. البطريرك المسكوني لأن قسطنطينية كانت عاصمة الدولة الرومانية الشرقية، والدولة الرومانية الشرقية كانت لها سيطرة على بلاد عديدة جدا في الشرق، وهذا البطريرك المسكوني هو الذي أسس كنائس كثيرة جدا في أوروبا. حتى كنيسة روسيا أسسها البطريرك المسكوني، وسهم سموه مسكوني، مسكوني يعني إكرومانيكال، يعني ليه المسكونة كلها. فهو يعتبر اسمه كده لأنه هم اللي أسسوا كنيسة روسيا وكنيسة رومانيا وكنيسة بلغاريا وكنيسة الصرب وكنيسة إلى آخره، كنائس كثيرة.